إبراهيم تفضل. إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخ. مرحبا إبراهيم، الله يحييك. شيخ عندي سؤال. تفضل. الله يسلم. الله يبارك فيك يا شيخ. احنا من العراق. نعم. البارحة أعلنت الوقف السني في العراق أنه يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعدم ثبوت رؤية الهلال. نعم. بعدين أعلنت هيئة علماء المسلمين أنه فتوى بأنه اليوم هو أول يوم شهر رمضان المبارك. اشتري يا شيخ الله يخليك، احنا حل تعبنا من الموضوع. أنا طبعا من هم الأوثق عندكم اللي فيهم علماء ثقات ربانيين ما يخافون إلا الله؟ إذا كان الهيئة كذلك أو الوقف السني كذلك أنتم أعلم بالبلد، فاتبعوا يعني اتبع الأوثق اللي ترى أن هؤلاء أقرب إلى العلم وأخوف لله تعالى، اتبع أي طريقين. فإذا كنت ترى أن العلماء هيئة العلماء كذلك فاجعل يوم من رمضان وصمه، إن كنت ترى أن الوقف السني كذلك هو الأوثق وهو يعني الأخوف لله والأدق فخذ بك.